ميناء طنجة هذا الصباح عرفت وفد أعداد مهمة من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج اليوم مع انطلاق عملية مرحبا 2014. الاستعدادات جارية على قدم وساق لجميع المصالح المكلفة، خاصة عناصر الجمارك وأطر مؤسسة محمد الخامس للتضامن. مهمتهم تسهيل وتنظيم عملية العبور في أحسن الظروف. في الحقيقة كانت مفاجأة بالنسبة لي، أنا كنت منتظر شيء آخر، ولكن الحمد لله كل شيء فتح حسوني إن شاء الله الرحمن الرحيم. العبور الحمد لله بخير. بخير الحمد لله، الطريق مزيان وكل شيء مزيان الحمد لله. لا الحمد لله، هذه الساعة ما كانت مشكل الحمد لله. لمواكبة الحركة المكثفة للنقل البحري والجوي الذي يتم تسجيلها عادة بهذه المناسبة، هيئت مؤسسة محمد الخامس للتضامن 16 فضاء للاستقبال، 12 موزعة بين الموانئ والمطارات عبر أرجاء المملكة، إضافة إلى 4 فضاءات للاستقبال بالموانئ الأوروبية. ولتنظيم العبور تجندت المصالح الجمركية بوضع مجموعة من الإجراءات تفاديا لعرقلة سير عملية العبور. قامت بإلحاق أعداد إضافية من الأعوان والأطر، كما تم تزويد المصلحة بالوسائل الكافية اللوجستيكية كالحواسيب، كما تم خلق خلية للإرشادات والتوجيه، علاوة على أننا سنقوم بفتح جميع الممرات قصد تسهيل عملية العبور. يشار إلى أنه خلال السنة الماضية سجلت مؤسسة محمد الخامس للتضامن عبور أزيد من 2 مليون مهاجر مقيم بالخارج نحو المغرب وما يفوق 300,000 سيارة، أرقام يتوقع تزايدها خاصة مع شهر رمضان المبارك.